لو انا مثلا عندي في التيبل ده الايميل الادرس جميل جدا، الله، وفي التليفونات اهو، الله، ايه الجمال ده؟ انا عندي شغل اهو، حلو حلو جدا. لو انا عايز اسرش على مين اللي كاتب العنوان صح، فانا متخيل العنوان السليم هيكون على الاقل هقول له رقم مثلا، اصل مش هيلو السيتي، ماشي؟ انا عايز اطلع الناس اللي عناوينها مش كامله. خدوا بالكم بقى من التفكير بقى بتاع ريبل اكسبريشن ممكن يوديك فين. خد لي بالك، ده مثال واقعي اهو. انا دلوقتي عندي داتابيز مليانه ديتا، وعندي ناس عناوينها مكتوبه، بس في ناس عناوينها مكتوبه غلط او مش كامله. فانا بالنسبه لي ايه الكامل يا عمي؟ الكامل يكون اوله رقم، ورقم مش صفر، اكيد مش صفر، يعني اكيد مش ساكن في البيت زيرو، يعني اكيد، يعني مثلا 1 2 3 4 5 6 7 9. واحد يقول لي انا عندنا مثلا البيوت مترقمه اي بي سي مثلا او الف ب. انا دلوقتي بدي مثال بسيط، يعني بشوف اكزامبل على الداتا اللي قدامي بسيط، ماشي؟ تفهم منه الاكسبريشن، ماشي؟ تفهم منه الاكسبريشن شغال ازاي. فانا عايز يكون اولنا رقم. قلت له اه، هنبدا بقى نشتغل شغل تاني عشان اقول اولنا رقم. طبعا انا عايز الناس بس اللي او ناخد كده زي ده كده، واقول له وير ان الادرس، تمام؟ قلت له اقول لك رقم اني اوله. الله ينور عليك، انت كنت فين من زمان؟ بقى تفهم الفكره؟ اقول لك رقم من 1 ل 9، حد فعلا؟ يبقى اول حاجه من 1 ل 9 هيكون موجود. في رموز تانية انا ما اعرفش، ما جاتش الموقع اللي قلت جيكس ده، قلت حلو وما جابش الخلاصه يعني. بس في في حاجات تانية مهمه جدا ما جابهاش، ما اعرفش ازاي. ايه يا عمي؟ يعني مثلا ماشي، خلينا نكتبها انا وبعدين نبقى نشوف. بعد كده مثلا في عندي اكتر من حرف، يعني ممكن اقول من A للزد او من A للزد، حروف من كابيتال لسمول، واحد وانت طالع، صح؟ وممكن اعمل كده، اقول له يا باشا ما ينفعش شارع اقل من 3 حروف مثلا وانت طالع. شفتوا بقى ان ممكن اعمل اكتر من حركه، بس المهم ان انا عايز اوصل لايه. فلو رجعت كده قلت له طب ما نجرب كده ونعقد، مش نعقد، ونبقى اكتر دقه واحده واحده. فقلت له سيرش، قال لي بص عندك الناس المظبوطه اهي، ادي اول حرف رقم، صح؟ بعد كده في ايه كلام من ايه للزد كابيتال او سمول، 3 حروف على الاقل وانت طالع. قلت له انت 100 100، يبقى اللي مش كده صح، يبقى هم اللي عندهم عناوين ايه؟ عناوين غلط. يعني انا ممكن اقدر استخدم الاكسبريشن الجميل اللي احنا عملناه دلوقتي ده كاكزامبل. اه ده مثلا لو كنت عايز تعمله بلايك، كنت تعمله بلايك ازاي ده ان شاء الله؟ لايك انت، صح؟ يبقى صعب ولا ايه؟ اذا ما كانش يبقى مستحيل، يعني ممكن تقعد تلف حول نفسك عشان تعرف تظبط السيرش ده. فانا قلت له اف ان هظبطه هنا بس عشان اوريكم ايه العناوين اللي بايظه. الادرس ريجولار اكسبريشن، وقمت قايل له ريجولار اكسبريشن ده، تمام؟ فاقول له هيبقى انا مثلا كوركت ادرس، ده اللي هيبقى غلط هقول له انكوركت ايه؟ انكوركت ادرس. مثلا وجيت بتعمل كده، قلت له وريني كده النتيجه، هلاقي ان انا بقى عندي ايه؟ احنا ما عرضناش العنوان عشان بس شايفين، معلش هنخلي نزود بس النيم والايه؟ والادرس علشان يبان معانا القصه. فقلت له ده كوريكت، ده سليم، ده عنوان سليم، ده عنوان سليم، ده عنوان مش سليم. هيقول لي ليه؟ هقول له ان احنا كاتبين في سبيس احنا اللي حاطينها، صح؟ احنا اللي عملناها في نفسينا، يعني احنا لو شلنا السبيس دي عملنا جو، هلاقي ان الراجل ده بقى ايه؟ دخل في الكوريكت، صح؟
دخل في الكوريكت ايه؟ حلو، هقول لك هنعملها. حلو قوي ان نطلع على المشاكل دي عشان احنا نظبطها. طب انا في عندي حاجه اسمها سلاش اس، عارفينها؟ سلاش اس دي معناها في سبيس، تمام؟ حتى هو ما اتقطعش. سلاش اس عشان ده ممكن يكون جيكس ما حطهاش على ان هي تعبان. احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا عملنا حرف الداش سلاش اس ما اشتغلتش معانا. احنا كان عندنا سلاش اس دي بتستخدم برضه في الريبل اكسبريشن، بس مش شغاله هنا مع الماي سيكوال، لكن هي ليها معنى معروف، ومعناها ان دي سبيس خلاص، وفي منها سلاش دبليو حرف، وفي سلاش ايه تاني عشان الرقم مش متذكر، عاوز بشترش مسرحين، قلنا ايه سلاش دبليو المفروض عشان الحروف، سلاش اس عشان السبيس، وفي سلاش دي معناها رقم، بس دول في ماي سيكوال مش شغالين، اللي هم السلاشات دي ماشي؟ مش شغالين يعني مش معتمدين، ليهم رموز خاصة تانية، ليهم رموز خاصة بيشتغل ما هنا بس في الماي سيكوال في اللي هم البدائل بتاعتهم بس مش أكتر يعني، ليهم بدائل يعني ليهم رموز بديلة بتعمل لك برضه السبيس والكلام ده كله، طبعا عندنا اللي هو يعني في عندنا حاجات لسه شغاله اللي هي سلاش سلاش ان مثلا دي نيو لاين مثلا، او سلاش سلاش تي معناها تابع عامل تاب في النص او كده ماشي، دول اشهرهم يعني. لكن احنا في عندنا حاجات تانيه زي ما قلت لكم مهمه، رموز تانيه مهمه هكلمكم عليها على السريع كده عشان يبقى كده خدنا بريف عن او خدنا خلاص كده كل اللي احنا عايزينه عن الموضوع بتاع الريبل اكسبريشن، وبعد كده انتوا في اللي هم القسمين المربعين جوا بعض، وبنكتب بعض الحاجات الخاصة بالماي سيكو زي ايه؟ زي مثلا ايه ال نم خلاص جاي من الفا الفا ونم، معناها ان ايه؟ اي حروف او اي رموز، لما اكون عايز تقول اي حروف او اي ارقام، اسف اي حروف او اي ارقام غير رموز، اي حروف او اي ارقام ممكن تعمل العلامة دي ماشي، دي معناها اي حروف او اي ايه؟ او اي ارقام ماشي؟ لما تحب تحتاجها. طب لو انا عاوز ادور بس على ادور بس على 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 الحروف بس، ممكن اكتب الفا خلاص اللي هي الفابيتك يعني اللي هي الحروف بس ماشي، لو انت عايز تدور على حاجه من ال زد او كده وكابتر او سمول او كلام من ده بنعملها كده، ممكن تختصرها بالشكل ده تمام. في برضو حاجات تانية ممكن نكتبها شهيره يعني، زي مثلا بلانك، بلانك دي تساوي ممكن تبقى تابه وممكن تبقى سبيس ماشي، ممكن تبقى تابه وممكن تبقى ايه؟ تبقى سبيس. ممكن اكتب كمان رموز ثانيه، فهمتوا اللي انا بقوله دوت؟ اما اعمل العلامه دي معناها بالنسبه للريبل اكسبريشن حروف او ارقام، دي حروف دي سبيس او تابه او اي سبيسنج يعني اي عدد من السبيسنج يعني تمام. في ديجيت دي لو انا عايز ادور على رقم ماشي، ديجيت يعني انا بدور على مين؟ على رقم، فاهمني؟ طيب عارفين البنكشويشن اللي هي النقطة استفهام علامة تعجب اللي هي الرموز اللي بنقفل بيها كوما في النص، عارفين الحاجات دي؟ اسمها بنكشويت ماشي؟ طيب دي بندور عليها كلمة بنك، بنك كده بادجت برضه اللي انت عايز تدور على العلامات دي بعينها يعني. في كمان المهم قوي بالنسبه لي اللي هي سبيس تمام، دي لو انت عايز تدور على ايه؟ على سبيس، لو عايز تدور على كلمه ايه؟ على سبيس ذات نفسها. طيب ايه تاني؟ لو انا عايز ادور على اخر حاجه حروف سمول بقول لور تمام، لو عايز على حروف كابيتال بقول ابر، بس طبعا دول استخداماتهم ضعيف لان احنا عندنا كذا طريقه اسهل من دي في الابر واللور يعني، لكن موجودين. طيب يبقى انا لو عايز اعمل سبيس بضرب بايه؟ بضرب بالعلامه دي ماشي؟ انا كنت بس ايه دول كانت علامات كانت ناقصه. السبيس دي ما كانتش موجوده يعني في جيكس. السبيس دي انا ممكن استخدمها هنا بدل اللي انا كنت عملتها، فاكر لما عملت انا سلاش اس ما اشتريتش صح؟
تعال نحط الايه الرمز ده، تعال نحط الرمز ده كده العلامه الوقت بالنسبه لنا. تعال نقرا كده العنوان اللي احنا بنعمله ده، اكزامبل الواقعي اللي احنا بنتكلم عليه. اولك تبدا بارقام وتكون من 1 لـ9، بعد كده في ايه؟ جميل، هو ده الكلام. لو انا عايز اقول سبيس او ما فيش سبيس احط نجمه. معايا بقى اللي كان زعلان من النجمه فين هو؟ تمام. خدت بالك من معناها هنا لما جت هنا؟ هو زميلنا قال ايه؟ احط هنا نجمه ليه؟ عشان انا ساعات بيبقى في سبيس ماشي، ما فيش سبيس ماشي، مش مشكله. خلاص فهمت اللقطه؟ لا بقى زائد هنا وحشه، هنا زائد هنا مش هتديني المعنى اللي انا عايزه، زائد هنا هتقول لي لازم يكون في سبيس او اكتر من سبيس، انا مش عايز كده. انا عايز سبيس او ما فيش مشكله عندي. تمام؟ ومن ال A لل Z او اكتر من سبيس على فكره معناها. او اكتر من سبيس، طب لو انا عايز سبيس بس اعمل كده. سبيسيه واحده او ما فيش. اللي هي علامه الاستفهام، صح ولا ايه؟ صح كده؟ ومن ال A لل Z بعد كده من 3 حروف وانت طالع، ده كده بالنسبه للاكسبريشن. او خليه من غير دي وبعدين نجربه بدي. خليه نجربه من غير دي الاول وبعدين نجربه بدي. ما سيبش كده. قال لي ايه؟ ده قال لي كوريكت وده كوريكت وده كوريكت، ده برضه طلع انكوريكت، مفيش سبيس، تمام؟ انكوريكت. لكن ده كوريكت. طيب احنا عايزين نعمل بقى ايه؟ نحط اللي انتوا قلتوا عليه. نحط علامة الاستفهام. تمام؟ والرن. ايه اللي حصل؟ بقى ده ماشي. ده ماشي. ده اللي لازق فيه برضه ماشي، كوريكت برضه، صح ولا ايه؟ ودي انكوريكت ودول كوريكت ودول انكوريكت، صح ولا مش صح؟ وضحت الفكره؟ طيب لو انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول انا عايز اشوف مثلا عدد الناس اللي عندي اللي مشغله اللي كاتبه العنوان صح واللي مش كاتب العنوان صح. تمام؟ خدت بالك من المنطق؟ يعني الوقت انا عندي صحيح انا بطلع في الاخر بكلام جميل وكلام زي كده، بس انا عايز احصائيه في الاخر، انا عندي كام واحد مش مكتوب الحاجه بتاعته صح يعني. تمام؟ مش كام واحد مش فاهمني ولا ايه؟ انا مش عارف اوضح. كام واحد عنده اللي هم دول؟ 1 2 3 4 5 6، في عندي 6 صح وفي عندي 1 2 3 4 5 غلط. فاهمني؟ ممكن زي ارقام التليفونات وممكن نقدر نلعب في حاجات كتير، مش قضيتي دي. انا بس عايز اقول ايه؟ اللي انت بتقوله طبعا صح، يعني انا بس بجرب على انت قلت لي عايزين حاجه واقعيه، فاحنا بنجرب على الادرس على اساس ان هو اكتر حاجه عندي فيه شويه شغل، في بدايات ارقام، في حروف، في كلام من ده. تمام؟ فبنلعب عليه بالفكره دي يعني. لكن لو انا مثلا جيت قمت قايل له انا عندي نوت، شلت الاف نيم والال نيم والادرس، بقى عندي بس كلمه هيطلع لي كلمه كوريكت وان ايه؟ وان كوريكت، صح؟ اقدر اجي بعدهم اعمل جروب باي، صح؟ الادرس سي، صح كده؟ لو جربنا كده الجمله، لو جربناها المرة دي الله ينور عليك، بس نسينا حاجة اكونت عشان الزيرو، فأقول له ماشي عايزين نعمل إيه؟ نعمل الكاونت، فأنا بقول له كاونت أسترسك كوما العدد عشان يطلع عليه قدام العدد والحاجة، صح؟ فيطلع يقول لي 4 كوريكت و6 انكوريكت. فاداني احصائيه عن ايه العناوين اللي صح وايه العناوين اللي غلط. ها وصلت الريجولار اكسبريشن كويس جدا. يعني لو اديتكم مثال دلوقتي قلت لكم انا عايز اعمل ده نفس الكلام على الناس اللي عندها ارقام تليفونات مظبوطه ولا ارقام تليفونات مش مظبوطه، على اساس ان ارقام التليفونات اللي في مصر كلها يا 011 يا 12 يا مثلا يا 10، غير كده يبقى واحد بيهزر. ايه رايكم في دي؟ فيبقى ايه؟ لو حبيت اعملها دي اخر حاجه نعملها، انا مش كل شويه اقول اخر حاجه نعملها عشان هي ممتعه فعلا، هي بتديك افاق كتير يعني.
فانا لو جيت اشتغلت يعني هقول له سيلكت استريسك او مثلا الاف نيم والفون كوما، وقلت له انا عايز اعمل ريجولار اكسبريشن على مين؟ على الفون ريجولار اكسبريشن. تعالى بقى نكتب الريجولار اكسبريشن. اول حاجه اقول له احنا لازم نبدا صح بايه بقى؟ قلت له بص يا باشا 0 10 او خدتوا بالكم بقى 0 11 او 0 12 وقفلت الكورس. تمام؟ مثلا هم دول مثلا اللي صح. ماشي انت عايز تكتبه يعني ما عنديش مشكله. او 0 15 اللي عايز. بس رخم قوي، انا عملت كده استغبيت شويه في اللي. كان في ممكن تكون طرق يعني. طب ايه رايك لو قلت 0 1 وجيت انا قلت ايه؟ يجي بعديها يا صفر يا 1 يا 2 يا 5. الاسلوب والتاني صح برضه، والتاني صح. وممكن اعمل كده اقول يا عم ايه ده 0 1 2 5. طب انا ممكن كنت اعمل كده بس بالاقواس دي. لا هتدخل الثلاثة ولا أربعة أزعل منك. خدت بالك من كتبت كام شكل؟ خدت بالك من كتبت كام شكل عشان يطلع لي؟ كام شكل ده ابن عشان يطلع لي؟ كتبت كذا شكل كلهم أشكال سليمة. تمام؟ كلهم أشكال تنفع معانا لأن إحنا خلاص بقى بنشغل مخنا، بقى فاهمين وبنشتغل على حسب اللي إحنا فاهمينه. فطلع على الأقل الراجل ده 0 12 صح، 0 11 صح، 0 14 غلط، 0 13 غلط، 0 14 غلط، 0 12 صح، 0 13 غلط، 0 10 صح، والنلاط دي غلط برضه.